كانوا كيعتبروني بحال داك الزفري ديال المنطقه. ما تمشيوش معاها، راه كتمشي تلعب واحد الرياضه ديال الدراري، ما تمشيوش معاها، هي راه ماشي بنت عندها ما يدار، حاضي واحد السبور ذكريه. انا ما تصنتش درت داك الشيء اللي في راسي. كبرت في واحد الكارتي مرس الخير اللي كانت خاويه ما فيها والو، اي واحد يقدر انفو يا اما كيتي المدرسه ويمشي تعطى لا دغوك. كان واحد الرعب عايشينو، يعني انفو كتوصل ديك 6 العشيه ولا كاع الخمسه كتلقى كلشي داخل الدار الا دوك الكبار اللي كيكونوا حاسين براسهم راه انا اللي متحكم في هاد البلاصه. هاد الرياضه الركبي اللي جات لمرس الخير فجاه خلاتهم يخرجوا من داك المجال اللي كيتعطاو فيه المخدرات. كنا اول فرقه ديال البنات اللي كتلعب هاد رياضه الركبي اللي كتعتبر رياضه ذكريه، لدرجه ما كناش كنلقاو معاه من نلعبو. واحد النهار فكرنا انني نمشيو نلعبو ندير واحد كومبيتيسيون، ملي مشينا كنتفاجئوا انهم لقيناهم دراري، ودوك الدراري حقرونا تيقولوا امبوسيبل نلعبو مع هاد البنات. مع الحكم كيصفر كيمشيو لماركيو البيت الاول، كيمشيو لماركيو البيت الثاني. من بعد شافوا الناس لي فوتو ديالنا ولي فيديو ديالنا، فيديغاسيو قالت علاش حنا ما نبداوش نديرو هاد الرياضه الركبي هذا، وبدا لو ركبي فيمينين او ماروك. كنت عايشه في هاد الكارتي ديال مرس الخير، عمرني ما ظنيت انني غادي نسافر برا المغرب، ولكن الحمد لله غاص لهاد الرياضه الركبي اللي بدلات حياتي كومبليتمون. حققت الحلم ديالي ومثلت المغرب ديالنا في اول بطوله عالميه اللي كانت منظمه في البرازيل. كان عندي الشغف انني نكون مدربه، واخا كلشي كيقول لا المراه خصها تبقى في الدار الدور ديالها تحضي دارهم خوتها ولا الا تزوجات تحضي ولادها، ولكن لا انا بغيت نكون مدربه حتى انا في هذه البلاد هذه، ونشد حتى انا كاتيجوري ديال البنات ونخليهم يكتشفوا داكشي اللي داخل. كيما اكتشفت انا راسي وحققت الاحلام ديالي ووصلت بالركبي، بغيتهم حتى هما يحققوا الاحلام ديالهم يوصلوا بهذه الرياضه الركبي. واجهتني بزاف الصعوبات والتحديات، هما اللي خلوني انني نطلع بدرجه بدرجه كل نهار باش نحقق الحلم ديالي انني نمارس هاد الرياضه الركبي اللي تعطيني واحد القوه داخليا نفسيا جسديا. الا ما كانش ركبي انا والو.